المزيد تنضم إلينا في الاستوديو دكتورة رزان الطائف، طبيبة اختصاصية بالطب الأطفال والرضع حديثي الولادة. دكتورة يسعد صباحك، نورتينا في صباح العربية. صباح. دكتورة ريان كان في قاع البع لمدة 5 أيام في ظروف جدا قاسية، يعني الأمل كان كبير ولكن قدر الله وما شاء فعل. من الناحية الطبية هل كان هناك أمل؟ اسمحوا لي أول شيء أني عزي والدي ريان، عزي الشعب المغربي، عزي الإنسانية كلها، لأنه طبعا كلكم تعرفوا أنه خلال 5 أيام الماضيين ريان صار ابن البشرية ككل. الحقيقة ريان تعرض لعدة ظروف قاسية. بداية نحكي عنهم واحد واحد بشكل شوي سريع. أولا ريان وقع من ارتفاع شاهق، ريان وقع من ارتفاع حوالي 32 متر للصخرة اللي حالت دون استمراره بالسقوط لتحت. نحن بطب الأطفال أي طفل بيوقع من ارتفاع يفوق 1 متر هذا بيحمل خطورة عليه من ناحية إمكانية تعرضه، كان ضيق كتير يعني من ناحية يعني كان منكسر ممكن هو لحظة بالضبط يسقط. بالضبط، فممكن يكون لا سمح الله يعني قدر الله وما شاء فعل مثل ما قلتي، بس هو ممكن يكون تعرض لكسور بالجمجمة، لكسور بالعمود الفقري، لكسور بالأطراف، لكسور بالأضلاع، وهي ممكن تكون أثرت بشكل إضافي على وظائف الرئتين، على وظائف القلب أو على الأعضاء الداخلية اللي عنده. فهي أول أذية ممكن تعرض لها الطفل ريان الله يرحمه. الأذية الثانية هي سؤال عن النقطة الأولى اللي تحدثت عليها عن السقوط والسقوط من هذا العلو المرتفع، هل يمكن أن يكون هناك فرق بين السقوط على الرأس أم السقوط أكيد كما سقط؟ أكيد أكيد في فروقات، بس نحن ما بدنا ننسى شغلة أنه طالما ريان استقر وما كمل هبوط فهو نزل على صخرة، فهو نزل على سطح قاسي، ونحن ما عنا إثباتات، يعني كتير صعب نحن إذا ما فحصناه بشكل مباشر نحدد بالضبط شو حجم الردود اللي تعرض لها. يعني حتى نحن كنا مبارح وقت حكيته معي كنت عم أحضر حالي، كنت متفائلة أني أحكي عن الإجراءات اللي لازم تنعمل للإنعاش وللتقييم، فأكيد لازم كان ينعمل رنين مغناطيسي شامل للجسم كامل لحتى نعرف بالضبط حجم الأذية اللي تعرض لها بسبب هالسقوط الشديد. بس هي المسافة للأسف مسافة. دكتورة غير السقوط إلى مسافة عالية، شو الظروف الثانية؟ الظروف الثانية هي البرد. طبعا خلال 5 أيام الماضيين أنا كنت عم أطلع على درجات الحرارة، المنطقة الجبلية اللي وقع فيها ريان للأسف هي منطقة جبلية باردة، ونحن بفصل الشتاء بنصف الكرة الشمالي، فكان وسطي الحرارة بالنهار 12 ل 13 درجة، وسطي الحرارة بالليل بحدود 6 درجات على سطح الأرض اللي هي أدفى من عمق 32 متر، فريان كان متعرض لدرجات حرارة باردة. هي البرودة بتأثر بشكلين على الجسم البشري، بتأثر بشيء بنسميه التأثير المحيطي اللي بيجي على الجلد، على الأنف، على الأذنين، على الأطراف والأصابع، والتأثير المركزي اللي بيصيب أجهزة وكفاءة عمل الأجهزة الداخلية من القلب والرئتين والدماغ، الجملة العصبية المركزية اللي بتتأثر بشكل كبير بالبرودة. هاي الأذية الثانية اللي للأسف الشديد تعرض لها الطفل ريان. الأذية الثالثة هي نازمة عن نقص السوائل. طبعا حاولوا انه هن ينزلوا له سوائل، بس نحن كنا عم نتابع عن بعد عن طريق كاميرا، ما انا قادره انه ترصد كل الكميه، فما كان في حدا عنده مشعري يقدر بالضبط قديش ريان حسن ياخذ سوائل. السوائل كثير مهمه، وهي الكاميرا من اليوم الاول يعني بالضبط بيعرف المعلومات الصح انه بالضبط شو صار بعدين فهي السوائل كثير مهمه لحتى الدم يضل قادر انه هو يتحرك ضمن الجسم لحتى تقوم الاعضاء الحيويه بوظيفتها. طبعا نحن لما بتعرض الانسان للبرد الجسم حتى يدافع عن نفسه شو بيساوي؟ بخلي يصير في شيء اسمه تقبض محيطي، يعني الاوعيه الدمويه اللي بالجلد وبالاعضاء المحيطيه بتتقبض لحتى يعمل توجيه للدم للاعضاء الحيويه لحتى يدعم القلب والرئتين والدماغ باكبر قدر ممكن من المواد المغذيه ومن الدم ومن الاكسجين. الاذيه طبعا الرابعه هي موضوع الاكسجين، وهذا الشيء انتبهوا له من الساعات الاولى وحاولوا انه هن ينزلوا. نحن في عندنا شيء اسمه التهويه، يعني نحن في عمق يفوق 32 متر، فالأكسجين ما رح يوصل بكمية كافية عبر هالفتحة الضيقة اللي قلتي حضرتك عنها اللي كانت حائل دون محاولة إمكانية إنقاذه عبرها. فهن حاولوا يدخلوا أكسجين، بس كمان نحن ما بنعرف هو كان قادر أنه يتنفس بكفاءة ولا لا بسبب الردود اللي تعرض لها. قلوبنا قلوب العالم كلها أكيد. كانت مع ريان الله يرحمه، لكن الأمل عندنا كان كبير. أنتم كأطباء أكثر عقلانية وأكثر منطقية، من الناحية الطبية هل كان في أمل أنه يعيش؟ هلا نحن دائما كأطباء بضل في عنا أمل، يعني شو ما كان الوضع بضل في عنا أمل، وكل الدراسات بتثبت انه الاطفال عندهم قدره على المقاومه اكثر من غيرهم والاستشفاء عندهم اكثر من غيرهم، بس والله الظروف اللي تعرض لها كانت كثير قاسيه. يعني
الشيء الرابع هو نقص التغذية. نحن فينا نتحمل نقص تغذية لفترة معينة، وهرمونات الشدة بتحاول إنها هي تحفز الجسم على إحداث المواد الضرورية وعلى رأس السكر من المخزون الدسم أو من حتى من العضلات. بس فترة 5 أيام بالنسبة لطفل عمره 5 سنوات ما عنده مخزون كافي، كمان هي كانت مشكلة كتير صعبة. دكتورة رزان، إذا ما قارنا الأطفال مع الكبار نتحدث عن هذه المدة، هل يستطيع طفل بهذا الجسد وبهذه الظروف أن يعيش فعلا؟ وممكن بحالات أخرى أن نسمع عن أخبار مبشرة؟ الحقيقة أنه هو الجواب جدا صعب للظروف اللي قلت لك إياها. يعني هو مو بس أنه كان محروم من الغذاء والهواء، جسد الطفل بشكل عام يعني هو بيقدر يقاوم أكثر؟ ممكن يقاوم. يعني إحنا ممكن نتحمل 3 أيام من دون سوائل، ممكن نتحمل لحتى 3 أسابيع، وأحيانا بيقولوا فترات أطول من دون غذاء. بس نحن عم نحكي عن طفل تعرض لأذيتين إضافيات اللي حكينا عنهم بالبداية، اللي هن الرض اللي ما بنعرف على شو أثر بالضبط، والبرد الشديد اللي هو كمان بيأثر على كفاءة عمل الأجهزة. فهي المجمل الأمور اللي هو تعرض لها ساهمت يعني بإنه يصير الوضع أسوأ للأسف. طيب دكتورة، كلنا شفنا الفيديو تبع الموبايل كان باليوم الأول لما بلشوا يوثقوا العملية. هل يمكن اليوم بعد الفحوصات الطبية يمكن معرفة متى توفيت تحديدا؟ أكيد أكيد، هذا نحن في مراحل للتبادلات اللي بتطرأ على العضوية بعد الوفاة، والأطباء قادرين تماما أنه هن يعرفوا. طبعا هذا بيدخل ضمن نطاق الطب الشرعي أنه هن يحددوا إمتى حدثت وفاة الطفل ريان بالتحديد. هلأ النقطة الأخيرة اللي كتير مهمة، وأعتقد أنه قالوا لي أنه في ضيف رح يحكي عنها بشكل مفصل، هو الوضع النفسي. طفل عمره 5 سنوات بمكان مظلم بارد وحيد جائع عطش، كل مجمل هاي الأمور أكيد كان لها في تأثيرات كتير كبيرة. الرد النفسي منهك لجهاز المناعي. وهل كان يأثر هذا على جسده من خلال أكيد. غياب الوعي؟ أكيد، لأنه أكيد معظم أكيد. الوقت هو غايب عن الوعي يعني نتيجة لهذا. عندك عدة أمور أثرت حتما على وعي الطفل. أول شيء سقوط الرض، نحن ما فينا ننفي أنه لا سمح الله ما صار نزف دماغي أو صار كسر بالجمجمة أو صار شيء، هذا حيأثر على وظيفة الجملة العصبية. البرد الشديد بيؤدي لانخفاض في مستوى الوعي عند الأطفال، فبيدخلهم بحالة شبه غيبوبة. نقص السكر والخوف كمان، نقص السكر هو ما عم ياكل، نقص السوائل، نقص الاكسجين. هن نحاولوا يوصلوا اكسجين بس نحن ما بنعرف قديش كانت الرئتين عنده قادره انها هي تاخذ الاكسجين وتستفيد منه. فمجمل هي العوامل اكيد كان له تاثير جدا. دكتوره ريان، يعني سلط الضوء على حوادث تحصل كثيرا في وطننا العربي، ما الذي نستفيده من هذه القصه؟ الحقيقه يعني ريان الله يرحمه واهله الله يصبرهم، بس هي لازم تكون مسج. السبب الاول لوفيات الاطفال بين عمر 5 سنوات لسن المراهقه هو الحوادث بكل أشكالها. ونحن بطب الأطفال دايما بنركز على فكرة الوقاية أفضل من العلاج. الوقاية بمعنى أنه نحن أي شيء ممكن يكون مؤذي، طفل عمره 5 سنوات ما رح يقدر خطورة وجود بئر. صح. بس الأهل كان يعني الله يعينهم، بس يفترض لاحقا أنه يصير في تسليط ضوء أكثر على طرق وقاية الأطفال من هاي الأخطار، من ضرورة استخدام حزام الأمان أو كرسي السيارة، ضرورة استخدام الخوذة وقت الطفل بيطلع يركب بايسيكل أو يمارس رياضات خطرة. الوقاية دائما بتحفظ حياة الأطفال أكثر من محاولة الإنقاذ لاحقا. دكتورة، في كمان كان لافت نظري أنه طريقة وضعية الطفل داخل البئر، هل كان لها علاقة ربما في تضاعف؟ تعرفي هاي الوضعية نحن نسميها يعني وضعية الجنين. هي الوضعية لما بلف الطفل على نفسه، هل يعني التربة حضنته؟ ما فينا يعني ما فينا نحكم انه هل هو كان اخذ هي الوضعية بإرادته ولا مجبر عليها بسبب الردود اللي تعرض لها. بس هي الوضعية بتعكس كمان جزء كبير من الرد النفسي والخوف. هي وضعية الجنين بياخذها الانسان باللاوعي لما بيكون خايف او متوتر. حتى الكبار، حتى البالغين وقت بيكون في عندهم أذية نفسية او رد او شيء بتلاقيهم بيميلوا لانه يجمعوا حالهم. هي الوضعية اسمها وضعية الجنين. طب هي بتحسسه شوي بالأمان أو بالحيز، يعني أنه هو بحيز محصور. شكرا جزيلا، نورتينا هنا في الاستوديو الدكتورة رزان الطائف، طبيبة اختصاصية بطب الأطفال والرضع حديثي الولادة. شكرا، يعطيكم العافية.